كلمتي الأخيرة، في أشياء إذا ما إجت بوقتها بتفقد قيمتها وبتفقد معانيها، مثل لما تنجرح اليوم ويعتذر منك اللي جرحك بعد فترة، مثل لما يكون بقلبك غصة وبدك تحكي بس ما في مين يسمعك وقت هالغصة، مثل لما تتعب وبدك إيد تمسك إيدك وما تلاقي الشخص الوحيد اللي احتجته وجاك يعرض السند بعد فترة، مثل لما يحتاج شخص التكريم ونلاقيه بعدين كليل ورد على قبره بعد بكاء وعبرة، وقتها بيكون كل هالأشياء المتأخرة ما عاد مرحب فيها، لأنه أوان اللهفة فات وانتهى وانطفى وتحول لرماد بعد ما كان جمرة. أي شيء متأخر بيفقد معناه وبيفقد عمقه وبيفقد إحساسه، لأنه الانتظار بيقتل الوقت وبيطفي الحب وبيلغي معنى الشغف وروعة اللحظة.